إشارة إلى كتاب عمادة كلية الفنون الجميلة المرقم 7/18/2000 في 2/6/2024 تقرر تشكيل لجنة مناقشة طالب الدراسات العليا الدكتوراه مهند عبد الله جبار قسم الفنون التشكيلية اختصاص رسم حول أطروحته الموسومة آليات استدعاء الذاكرة وتحفيز التخيل في الرسم المعاصر دراسة تحليلية. وتألفت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسماءهم: تحرير علي حسين فنون تشكيلية جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة رئيسا، بركات عباس سعيد فنون تشكيلية جامعة بابل عضوا، ناصر اسماري جعفر فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، بان محمد علي جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة عضوا، أوراد جبار فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، وفريد خالد علوان فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا ومشرفا. وعلما أن هذه الأطروحة قومت علميا من قبل الدكتور محمد علي علوان كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، ودكتورة ندى عايد يوسف كلية التربية الأساسية جامعة المستنصرية، وقومت لغويا من قبل الدكتور حبيب عبد الله عبد النبي كلية التربية للبنات جامعة البصرة. بالنسبة لتقديم الملخص عن الباحث طالب مهند عبد الله جبار، مهند من مواليد البصرة ومتزوج ولديه 3 أولاد. مهند نقول مواليدك لو ما تقبل. مهند تدريسي بمرتبة علمية مدرس ماجستير ومتعين في الكلية منذ 2008، حاصل على شهادة البكالوريوس في 2002-2003 وشهادة الماجستير في 2019، وهو تدريسي في قسم الفنون التشكيلية منذ عام 2019 ولغاية الآن. مهند أيضا عضو نقابة الفنانين العراقيين، لديه العديد من كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير، كما هو أيضا مشارك في العديد من المعارض الفنية داخل وخارج الكلية وأيضا داخل وخارج العراق. لدي الآن جدول مطول لمشاركات مهند في المعارض والسيمبوزيوم، أي يعني بصراحة مشاركات كثيرة جدا، البعض منها أثار انتباهي أنها خارج العراق في ليبيا وفي مصر وفي أماكن أخرى، يعني مشاركات متكررة. مهند يقدم وجهة نظر اليوم عن طريقة قراءة العمل الفني، عن إنشاء معادلة معينة للتلقي على اختلاف أنواعه واختلاف مستوياته. هنالك آلية معينة يمارسها القارئ للعمل الفني وكيف يتم التذوق الجمالي للتجارب الفنية، فهي وجهة نظر بالتأكيد لها ما لها وعليها ما عليها، وهو بين يدي لجنة لديها الخبرة والدراية، لجنة محترمة بالتأكيد، وشاكرين تفضلكم بقبول المناقشة، وبالتأكيد لن نستبق أي ملاحظة، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص البحث: تستثمر الجماعات البشرية في سعيها إلى المحافظة على هويتها وكينونتها، إنتاج الصور المختزنة في
في أذهان أفرادها والمعبرة عن خبراتهم المشتركة التي لا بد لخيوط التقاليد من دور في صنعها. وعليه فالنظام الذاكرة أهمية كبيرة في تكوين التصورات الذهنية، لذلك فإن خزين الذاكرة يتحقق كمًا ونوعًا بحسب ما يبينه التخيل، ولأن الذاكرة والتذكير مرتبطان بنوع المفردات المنتقاة من البنية الطبيعية والاجتماعية، فإن معطياتها تشكل الصور الخيالية، إذ يمثل الخطاب البصري في فنون التشكيل نتاجًا لتراكمات المعرفة الإنسانية، حيث يتم تبادل المفاهيم والممارسات حول مختلف الظواهر، ويتم استدعاء واستبدال وإحالة المفردات التداولية من واقعها المتداول إلى واقع جمالي جديد. إذ يلعب التخيل وآلياته دوراً فعالاً في مزج نسيج الخطاب البصري وتكوينه، ولهذا تم بناء موضوع البحث تحت عنوان آليات استدعاء الذاكرة وتحفيز التخيل في الرسم المعاصر، والذي تضمن 4 فصول، حيث شمل الفصل الأول الإطار العام للبحث الذي يضم مشكلة البحث الذي تنطوي تحت التساؤل الآتي: ما هي المتطلبات الافتراضية للعقل حتى يقوم بالقراءة الجمالية لأنساق الفن المتنوعة، وأهمية البحث والحاجة إليه التي تمثلت في تسليط الضوء على إمكانية تدريب القراءة الجمالية الفردية وتكوين صورة عن طابع التخيل، وكذلك التعريف بطرائق التلقي والتواصل من حيث السهولة أو التعقيد فيها، والتعريف بحدود التشفير في المنجز الفني بين التصريح والتلميح والترميز. أما هدف البحث فقد شمل على كشف الآلية المنطقية الافتراضية لقراءة العمل الفني على وفق تعدد المستويات التشفيرية، في حين أن حدود البحث كانت بين 1955 إلى 2023، وبعد ذلك تم تحديد المصطلحات وتعريفها. أما الفصل الثاني فقد تشكل من إطار النظري والدراسات السابقة وانتهى بالمؤشرات، حيث احتوى المبحث الأول على مفهوم الذاكرة. أما المبحث الثاني فقد خصص للتخيل والمفهوم وآلية الاشتغال، ثم تطرق الباحث في المبحث الثالث إلى مؤسسات التواصل الجمالي. أما المبحث الرابع فقد عني بمسارات الرسم بين التصريح والتلميح، ليخرج الباحث من الإطار النظري بمؤشرات أفادته في تحليل العينات. أما الفصل الثالث فقد عني بإجراءات البحث، واعتمد الباحث فيه على المنهج الوصفي لتحليل المحتوى، فضلا عن تحديد إطار مجتمع البحث والمتكون من 200 عمل، وانتقاء عينة البحث البالغة 15 نموذجا تم اختيارها بأسلوب قصدي، وقد تم تحليلها على وفق مؤشرات الإطار النظري التي أخرجت أداة بحثية تخصصية مؤسسة بحسب احتياج هدف البحث. واشتمل الفصل الرابع على النتائج والاستنتاجات والتي توصل إليها الباحث بعد تحليل عينة البحث وألحقها بالاستنتاجات والمقترحات. ومن هذه النتائج: أولا، الاستفادة من قوة التخيل وإيجاد علاقات جديدة تضفي قيمة شكلية على العمل الفني. 2، تتجلى مهارة الفنان الحداثي في قدرته على استخدام الخيال والذاكرة لتجسيد الانطباعات والتجارب المعرفية الخاصة باتجاه الواقع المحيط به، ويهدف الفنان إلى التقاط الجوهر والطابع الشخصي للطبيعة المثارة أو المستدعاة عبر الخيال والذاكرة في الأشكال التمثيلية، وليس كما هي بشكل واقعي وموضوعي. ويعد هذا الأسلوب تلاعبا متقنا ينبع من تداخل خيال الفنان مع المشهد وتفاعله معه. 3، يتجاوز التخيل حدود الزمان والمكان ويعزز قدرات اللاوعي واللاشعور، ويثير مجموعة من الانفعالات المثيرة، ويسمح بتحويل الذات في الفنان إلى رموز يولد أشكالا وصورا جديدة، إذ ينتج عن هذه العملية تجردا روحيا يتلاقى مع الذات وينتزع منها طاقة عاطفية. هذه الرؤية تسعى إلى تحقيق الجمال من خلال التخيل. 4، بعض الأعمال تعطي تحليلا متفق عليه أو شبه متفق عليه، أو أنها تقود لمسارات دون غيرها،
فكلما ارتفع مستوى التشفير انفتحت المسارات وتعددت المعاني. أما الاستنتاجات فيورد الباحث منها الآتي: أولاً، إن دلالات التشفير لها مستويات عدة لا تقتصر على الشكل أو الهيئة أو الفكرة من حيث التنفيذ والشكل فحسب، بل من خلال اللون أيضاً، ليكون عنصراً فعالاً ومكوناً أساسياً سائداً لدلالات التشفير في المنجز الفني. 2، الصور المباشرة تضيق مساحة التخيل من خلال التفاصيل المحدودة والاعتماد بشكل كبير على ما يشاهد بصرياً، مما يقلل من حرية التخيل، بينما الأعمال المشفرة تستدعي تخيلاً واسعاً باستخدام التعقيد في الرموز لجعلها غير قابلة للفهم بسهولة. 3، بناء مخرجات المعاني يشير إلى استخراج معاني متعددة عبر العمليات العقلية، فعندما تكون الأعمال مشفرة ستتعقد المعادة البنائية، أما إذا كانت الأعمال ذات سهولة في المعنى سوف تتضح المعادلة. 4، اتجهت منظومة التخيل في الفن المفاهيمي إلى دمج أو خلط العناصر المعرفية الحسية، سواء كانت شيئا حقيقيا أم صوريا، مع المفاهيمية واستحضار معنى الشيء عبر الكتابة. أما العقل فقد كان تدخله يشتمل على عموم التكوين. وبعد ذلك جاءت التوصيات والمقترحات، وتضمن البحث قائمة بالمصادر التي اعتمدها الباحث، وتلاه الملاحق الخاصة بمتطلبات البحث، وانتهى أخيرا بالملخص باللغة الإنجليزية. تنتقل للفصل الأول، يعني تنظيمك ممتاز وأهنيك على هذا التنظيم والمعلومات الغزيرة اللي موجودة والمخططات عاشت إيدك عليها. الصفحة الأولى صفحة رقم قبل واحد، الواجهة: الإطار المنهجي للبحث وليس الإطار العام. احنا شوية باب المعرف يقولون علينا شديدين شوية. الإطار المنهجي للبحث، نعم. أنا ما عندي إشكال على المشكلة، يعني ما يخص المعلومات وتدرجها، لكن أنا عندي أكو ملاحظة على تعديل المشكلة، صياغة المشكلة. يعني إحنا قاعدين هنا تقريبا بين 60 ذاكرة أو جوز 70 ذاكرة، وإذا أريد أقول إنه كل إحنا خلي يثبت واحد يقول يقينا إنه إحنا قاعدين الآن مو حلم، خليه يثبت لي يقينا. شنو المجسات الحقيقية اللي تثبت إنه هاي الصورة مو متخيلة واقعية؟ وكيف أنا أرسم صورة جديدة في عقولهم إنه صورة من ذاكرتي القديمة، وأجيبها أعرضها لهم بعقولهم كذاكرة جديدة وتبقى هي منتشرة في العقول الكل؟ هذا هم آلية اشتغال بالفن، وأساس الفن هي مو مجرد صور أنا أعرضها، هي بيها وعي وبيها يعني بعث ثقافة معينة. بالنسبة لثبت المحتويات وثبت الجداول وثبت المخططات اللي أنت مشتغلها جيدة جدا وفوق الجيد جدا، يعني ما عندي أي إشكال بها. عجبتني طريقة تثبيت عينة البحث ما بين المباشرة والتشفير الجزئي، التقسيم مالتها عجبني جيد جدا، بس الفترة الزمنية شوية ما مراعيها بها، تقدر أنت هاي تستبدلها مو فشي. من بس عندي سؤال أستاذ مهند، من قسمت العينات خليتها وفق شنو؟ موضوع لو تقنية؟ مدارس، تصنيف المدارس حلو ومرتبها، والفنانين ماخذهم فنانين كلهم كبار ومعروفين بأنهم عندهم قدرة على التخيل وعلى تنفيذ المتخيل. كلهم اللي أخذتهم ما شاء الله كلهم تنقيتهم بدقة وبراعة، والأعمال الفنية أيضا جيدة والصور واضحة وعاشت يدك عليها. ماذا تريد بشكل مختصر حتى أنا أفهم ماذا يرى مهند من هذا العنوان بشكل مختصر؟ شنو تريد تقول لنا بالعامية؟ أنا أجي أقعد أنا وياك أقول لك تعال مهند عد وياك سالفة، تقول لي اختصرها شنو الزبدة مو؟ أي اعطيني المختصر لهذا العنوان، شنو فهمك برأيك؟ هل
أنا راح أسهل لك كلامه. هل تريد أن تستقرأ تستدعي الذاكرة لك أنت كمتلقي، أو تستدعي ذاكرة الفنان عندما أنجز هذا العمل الفني؟ هاي وحدة. اثنين، أنت راح تطينا آليات، أنت كاتب، أنت جاي تطينا تقول راح أعطيكم آليات حتى نستدعي بها الذاكرة. شكرا جزيلا دكتور تحرير، وشكرا للسادة أعضاء لجنة المناقشة. بصراحة الملاحظات موضوعية ولا غبار عليها، وكلها تقريبا هي في خدمة البحث والباحث، وتشكرون على ذلك. يعني سأنوه عن بعض الأمور سريعا في قضية الهدف. احنا في ضمن ثقافتنا المتداولة العنوان نضع عليه علامة استفهام يتحول إلى سؤال، نضع قبله كشف والتعرف يتحول إلى هدف، وهذا خطأ كبير. يعني نقول عنواننا كلية الفنون الجميلة، الهدف مو كلية الفنون الجميلة، الهدف أن نتعلم فيها. فبصراحة يعني مع جل الاحترام لآرائكم، مطابقة العنوان للهدف هو تفكير بسيط في الموضوع. وعطفا على ذلك أنه النتائج لا تطابق العنوان وإنما تطابق الهدف حتما. التعريف الإجرائية المركبة اللي طلبوها الدكاترة صحيحة، لكن هي غير موجودة، بالنتيجة بحاجة إلى استكشافها بعد إتمام البحث، لا تأتي مقدمة. المبحث الثالث اللي أشاروا للإخوان بأنه يرفع، يعني بصراحة إحنا صلب موضوعنا قضية التلقي في جل، مثل ما أعتقد نوه الدكتور أبان، موضوعنا هو التلقي. إذا رفع البحث بخلل يكون، مستحيل أنه يرفع موضوع متعلق بأصل البحث بمسار البحث. يعني بعض الملاحظات الأخرى، ما أعتقد بحاجة إلى أنه أجاوبها، يعني كانت جميلة بصراحة، وتشكرون على كل ما قدمتوه، وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا إلى اللجنة الموقرة برئيسها وأعضائها، وشكرا جزيلا للأخ المشرف على هذه المعلومات القيمة، وشكرا جزيلا للحضور. شكرا جزيلا، ما عندي شيء أنا بصراحة هنا، الحمد لله، شكرا حميد. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي للعدد 7/18/1877 والمؤرخ في 4/6/2024، ومن السادة المدرجة أسماءهم أستاذ دكتور تحرير علي حسين تخصص فنون تشكيلية جامعة البصرة رئيسا، والأستاذ المساعد دكتور بركات عباس فنون تشكيلية تربية تشكيلية جامعة بابل عضوا، والأستاذ المساعد الدكتور ناصر سماري جعفر فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، والأستاذ المساعد دكتور بان محمد علي فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، والأستاذ المساعد دكتور أوراد جبار فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، والأستاذ الدكتور فريد خالد فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا ومشرفا، لمناقشة طالب الدراسات العليا مهند عبدالله جبار حول أطروحته الموسومة آليات استدعاء الذاكرة وتحفيز التخيل في الرسم المعاصر، في يوم الخميس الموافق 27/6/2024، واستنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا، وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوعه واستيعابه ودفاعه عنها، اتخذت اللجنة التوصيات التالية: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات وبدرجة جيد جدا. مبروك.